هيدوس هيدوس يعطي باس كي بارسا وكرة خطيرة مازالت الشانس وكرة والهدف الأول الهدف الأول العنابي الهدف الأول يا العنابي الهدف الأول عن طريق خلفان ظهر العفريت ظهر العفريت ظهر الجني ظهر 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 اللاعب خلفان إبراهيم والهدف الأول 1-0 للفريق القطري 1-0 للأدعم الكرة الجميلة جدا الأولى خرجت سليمة والثانية في الجول هنا الكرة هنا صورة الهدف هنا شوف طلب الكرة ممتاز من لاباس يمشي بالكرة مونتاري أنقذهم ماجد في الأولى خلفان يستعيد الثانية يلعب عالية فوق الرؤوس تلعب عالية فوق الجدار يكسر جدار الصمت جدار الصمت في مباراة القمة في لقاء الأجوار في لقاء الأشقاء خلفان الفنان يرفع كرة لوب ما يجيبهاش للحارس ولا آخر الدفاع بالماضي يكتب الحاضر ويكتب المستقبل العنابي يتقدم به للأهداف 1-0 في 22